حلل الماء المودة والصداقة. أهلا بكم إلى المسائية، نبدأ بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير وإلى عناوين النشرة. حظر السفر الأمريكي يصطدم بغضب شعبي أمريكي ويربك مطارات العالم. التيار اللي أنهى الفراغ برئاسة الجمهورية ما حيقبل أنه يصير في فراغ تاني. والراعي يشدد أن القوانين لا تسن على قياس أشخاص أو فئات، وباسيل يؤكد أن الرئاسة لا تعني التخلي عن الشراكة الكاملة. كثافة الثلج هذه لأول مرة توصل ل 80-90 سم. بيرلا تنحسر بثلوجها وتترك للجليد عزل قرى وقطع طرقات جبلية. مساء الخير. العواصف التي أثرتها قرارات دونالد ترامب أربكت مطارات الولايات المتحدة الأمريكية ومعها مطارات دول العالم، كما أربكت المهاجرين من الدول السبع المشمولة بقرار الرئيس الأمريكي. وفيما تسببت قرارات ترامب بموجة احتجاجات شعبية ترافقت مع أحكام قضائية في ثلاث ولايات أمريكية منعت ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، دافع الرئيس الأمريكي عن نفسه معتبرا أن بلاده تحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة لتجنيبها الفوضى التي تشهدها أوروبا والعالم. أما في لبنان فإن العاصفة الطبيعية قد انحسرت مخلفة وراءها الثلوج والصقيع، وسط استمرار إعلان المواقف الداعية إلى بلورة قانون جديد للانتخابات وإجرائها في وقتها. حظر السفر الأمريكي تسبب إذن بموجة احتجاجات شعبية في المطارات الأمريكية بالتزامن مع أحكام قضائية منعت ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فدافع عن هذه الإجراءات معتبرا أن بلاده تحتاج لحدود قوية ويجب تجنيبها الفوضى التي تشهدها أوروبا والعالم. زوبعة هائلة أحدثها في الداخل الأمريكي الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي حظر بموجبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الولايات المتحدة على رعاية إيران، العراق، ليبيا، السودان، الصومال، سوريا واليمن. الغضب الشعبي دفع ترامب إلى الدفاع عن نفسه، فأكد أن أمريكا تحتاج لحدود قوية وعمليات تدقيق مشددة ويجب تجنيبها الفوضى التي تشهدها أوروبا والعالم، مضيفا أنه تم إعدام أعداد كبيرة من المسيحيين في الشرق الأوسط ولا يمكن أن نسمح لهذا الرعب أن يستمر. قيود السفر الأمريكية واجهها ثلاثة قضاة في نيويورك وواشنطن وفيرجينيا بأحكام تمنع السلطات في مطارات البلاد من ترحيل المسافرين من الدول السبع المشمولة بالحظر. هذه الأحكام دفعت بعض الأمريكيين إلى الاحتفال عفويا، غير أن وزارة الأمن الداخلي قالت أنها ستلتزم بالأوامر القضائية، لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لا يزال ساريا. وبالتزامن مع هذا المسار القضائي شهدت مطارات أمريكية عدة في مختلف أنحاء البلاد، منها مطارات جون كينيدي ودالاس، تظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بالإفراج عن المسافرين الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون البطاقة الخضراء، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات لساعات قبل الإفراج عن عدد منهم تباعا. وقد رفع عدد من المحتجين الأمريكيين في المطارات لافتات حملت عبارات مرحبا من اللاجئين في بلدنا ونحن سعداء بوجودكم في أمريكا ولا للحظر والجدران، فيما وصل البعض إلى حد المطالبة بإقالة ترامب وترحيل السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى خارج البلاد. وبالتزامن مع التنديد الدولي الواسع بالقيود الأمريكية التي أربكت مطارات العالم كما ذكرنا، ردت إيران بالمثل ومنعت الأمريكيين من دخول أراضيها. أما في بريطانيا فبات البرلمان ملزما بمناقشة العريضة التي تطالب بمنع زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا بعدما تجاوز عدد الموقعين عليها 150 ألفا.
القيود الأمريكية الصارمة على المهاجرين من 7 دول عربية وإسلامية وضعت عائلات عدة من شتى أنحاء الشرق الأوسط في مأزق كبير، فهؤلاء الذين جعلوا من الولايات المتحدة وطنهم باتوا مضطرين على التخلي عن حياتهم المستقرة والبحث عن خيارات أخرى. نحن نعمل على مسألة لم الشمل. زوجتي وابني الذي يحمل الجنسية الأمريكية يوجدان في الولايات المتحدة. نحن ننتظر هذه اللحظة منذ سنتين، وعندما حصلنا على الفرصة منعونا من السفر لأننا نحمل جواز سفر سوريا. إنه خطأ كارثي تاريخي ويشبه قرارات صدام حسين. لا أدري كيف وقع ترامب قرارا مماثلا. شخصيا سعيت نحو هذه الهجرة منذ سنتين، بعت منزلي وممتلكاتي، والمصيبة الكبرى أنني أجبرت أولادي على ترك مدرستهم، والآن لا أدري ماذا سأفعل. الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بدأت بتطبيقه شركات الطيران الكبرى في الخليج، ومنها شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي والخطوط الجوية القطرية وشركة طيران الإمارات. أما شركة مصر للطيران فتلقت طلبا رسميا بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من هذه الدول السبع المشمولة بالقرار الأمريكي من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وفي العراق طلبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان من الحكومة الرد بالمثل على قيود السفر الأمريكية، في وقت توقفت السفارة الأمريكية لدى بغداد عن منح تأشيرات دخول إلى العراقيين. أما إيران التي قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومنعت الأمريكيين من دخول أراضيها، فأكد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أن قرار ترامب يشكل هدية كبيرة إلى المتطرفين وحماتهم، بينما اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن هذا الإجراء الأمريكي يعكس حماقة الإدارة الأمريكية وعنصريتها. أوروبيا أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قيود ترامب على الهجرة غير مبررة، مبدية اقتناعها بأنه حتى في إطار مكافحة الإرهاب من غير المبرر تعميم الشكوك على أشخاص وفق أصولهم أو معتقداتهم. بدورها أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي أنها لا توافق على الحظر الذي فرضه ترامب، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حذر نظيره الأمريكي من الانطواء ودعاه إلى احترام مبدأ استقبال اللاجئين، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشجع الشعبوية والتطرف. أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فتوجه إلى الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بالقول إن الكنديين سيرحبون بهم بغض النظر عن عقيدتهم لأن قوتنا في تنوعنا. من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن قرار ترامب يعد انتهاكا للقوانين الدولية وخرقا واضحا لقوانين حقوق الإنسان، وهو يحوي توجها ضد المسلمين ومشاعرهم، مشددة على أن المنظمة ماضية في مواجهة هذا القرار الظالم قضائيا. وفي بيروت تلقت شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحرير الدولي إشعارا من إدارتها بضرورة تطبيق قرار حظر سفر رعاية الدول السبع التي شملها الإجراء الأمريكي إلى الولايات المتحدة. وقد بدأت هذه الشركات تطبيق القرار على الرعاية المتوجهين من بيروت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر دول أخرى. أقفلت عند 7 مساء صناديق الاقتراع في الانتخابات التي يجريها تيار المستقبل في مركز لبيان لأعضاء مكاتب القطاعات والمصالح المركزية في التيار. للمزيد عن مسار الانتخابات يحدثنا مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، مساء الخير. إذن أقفلت الصناديق، كيف كانت الحركة اليوم في التيار وماذا عن بداية فرز الصناديق؟ يعني بدأت منير كما تشاهدون خلفي، يعني هؤلاء يعملون على فرز الصناديق لإصدار النتائج بعد يعني الانتهاء من هذا الفرز ولمعرفة من سيفوز بعضوية المكاتب القطاعات والمصالح المركزية. طبعا هنا كانت منافسة شديدة في بعض القطاعات فيما ساد الجو الديمقراطي طيلة هذا النهار. أكثر من 6000 شخص أتوا من مختلف المناطق اللبنانية للإدلاء بأصواتهم. النسبة المئوية بحسب نائب رئيس تيار المستقبل النقيب سمير دومد قال بأن النسبة يعني 60%، وأضاف بأن هنالك العديد من المنتسبين كانوا يودون الوصول إلى البيال، ولكن نظرا لقطع بعض الطرقات خصوصا
في المناطق الجبلية تعذر وصولهم، ولكن كانت هنالك يعني نسبة مهمة جدا بالمشاركة. هذه النسبة تضاف إلى النسب الأخرى التي شهدها تيار المستقبل في انتخاباته التي حصلت منذ يعني المؤتمر العام، وكانت هذه الانتخابات كما أشرنا ديمقراطية، وهناك طبعا منافسة شديدة شهدها قطاع المهن الحرة ولا سيما على مقاعد المحامين، كانت هناك منافسة شديدة. أيضا قطاع التربية لفتت يعني مشاركة المنضوين تحت لوائه بشكل كثيف. أيضا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري منذ بعض الوقت عاد وأتى مرة أخرى إلى لبيال للوقوف عند سير عملية الفرز بعدما كان خلال النهار قد تفقد عملية الانتخاب، وكانت له مواقف مهمة ولافتة لتلفزيون المستقبل خلال النهار، شدد ردا على سؤال عن الانتخابات النيابية وعن تلويح البعض بالفراغ، قال بأن الفراغ لا يقبل به تيار المستقبل كما رفضه إبان الفراغ الرئاسي، وعمل ما يلزم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. على كل سنشاهد في هذا التقرير سير العملية الانتخابية وأيضا موقف الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. إنها المرحلة الأخيرة من الانتخابات الداخلية لتيار المستقبل، مرحلة اختيار أعضاء مكاتب قطاعات المهن الحرة والنقابات العمالية والتربية والاقتصاد والأعمال، وأعضاء مكاتب مصالح الشباب والمرأة والرياضة من مختلف المناطق اللبنانية. وفد الناخبون المنتسبون إلى لبيال لاختيار مرشحيهم وسط أجواء من التنافس الديمقراطي. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري تفقد سير العملية الانتخابية معربا عن سروره ببناء مؤسسة التيار. فينا لما نحكي عن الانتخابات النيابية، وخاصة أنه البعض عم بيقول أنه يمكن يكون في فراغ، يمكن يكون 60، يعني كل حدا بيحكي شيء، وبعدنا نحن المهل عم تسبقنا. أكيد التيار اللي أنهى الفراغ برئاسة الجمهورية ما حيقبل أنه يصير في فراغ تاني، وأكيد نحن متأملين أنه حنوصل لصيغة انتخابات قانون انتخابات عصري بيمثل جميع الشرائح اللبنانية، وبحس كل واحد بخصوصيته محافظ عليها داخله. وهون أكيد الجهد التقني هلأ عم بيصير بتقريب وجهات النظر، ومنترك الإعلان يعني طبعا لدولة الرئيس والحكومة اللي هي بدها تقدم هذا القانون إذا تم توافق نهائي على كل تفاصيله. اللي بينجحوا اللي بيجيبوا الأكثرية بيصير يتم اختيار من خلال المكتب السياسي لما يسمى بمنسق القطاع. أنا بدي أرجع أقول وأكد اليوم نحن بمرحلة ثالثة مشركة لتيار المستقبل، عم يرجع هذا التيار يأكد على ثوابته، يأكد على رسالته، الرسالة نحو الديمقراطية من خلال عملية انتخابية. ما بتعرف دولة الرئيس مشجع للكوتا الشبابية والنسائية، تجربة الديمقراطية اللي عم بعيشها تيار المستقبل بعتقد مش ناجحة بس فريدة من نوعها، لأنه الدليل على هذا الشيء نحن ما في معركة انتخابية، ما في تنافس انتخابي، في تنافس ضمن البيت الواحد، والشيء اللي لامسينه أنه نحن صرنا قاطعين مرحلتين بالانتخابات، الناجحين والعدم والغير موفقين موجودين هون بيناتنا. تجدر الإشارة إلى أن نسب المشاركة في الانتخاب تفاوتت بين قطاع وآخر ومصلحة وأخرى، فيما برز إقبال كثيف على صناديق قطاع التربية، كما برزت منافسة شديدة بين مرشحي قطاع المهن الحرة. وإلى أخبار الطقس، حيث انحسرت العاصفة بيرلا بأمطارها وثلوجها تاركة خلفها موجة من الصقيع أدت إلى قطع طرقات وعزل عدد من القرى الجبلية، ما حدا بقوى الأمن الداخلي إلى دعوة المواطنين لعدم سلوك طريق ظهر البيدر الدولية اعتبارا من بعد ظهر اليوم. انحسرت العاصفة وبدأ الصقيع. المشهد الأبيض الذي غطى لبنان من شماله إلى جنوبه ترافق مع تدن في درجات الحرارة التي سجلت معدلات أدنى من معدلاتها السنوية في مثل هذا الشهر. ورغم توقف تساقط الثلوج فإن الجليد عطل معظم الطرقات الجبلية وعزل قرى عدة، كما أدى لاحتجاز مواطنين في سياراتهم على طريق البير القبيات وقرى جرد القيطع. كثافة الثلج هذه لأول مرة توصل 80-90 سم،
في محلات مترين. نحن هلا بالتعاون مع الاتحاد ووزارة الأشغال والشباب والصليب الأحمر والدفاع المدني والبلديات ورؤساء البلديات كلهم وأعضاء المجلس البلدي متأهبين كلهم وكل واحد ماشي معه جرافة باتجاه. وفي عكار غطت الثلوج المرتفعات الجبلية ابتداء من 400 متر وما فوق وقطعت معظم الطرق، وبفعل الجليد تجمدت المياه في قصات المياه الشرب، الأمر الذي دفع المواطنين إلى تسخين الثلوج لتأمين احتياجاتهم من المياه. وكالعادة كان المزارعون الأكثر تأثرا بالعاصفة، فتضررت بساتين الحمضيات والبطاطا والبيوت المحمية بعد أن شلعت الرياح أغطيتها واقتحمتها السيول وأتلفت محاصيل القسم الأكبر منها. وبسبب تدني درجات الحرارة تكون الجليد وعزل بلدتي شبعة وكفرشوبة عن محيطهما، ما شل الحركة بشكل كبير. أما في بعلبك فإن تدني درجات الحرارة أدى إلى تشكل طبقات من الجليد، الأمر الذي أثر على حركة السيارات خصوصا بعد تعرض عدد منها للانزلاق. وبسبب طبقة الجليد الكثيفة التي تكونت قطعت معظم الطرقات الرئيسية والداخلية في منطقة المتن الأعلى وجرد علايب حمدون. كثافة الجليد وانخفاض درجات الحرارة لم يمنعا المواطن سمير خويس في ظهر البيدر من ممارسة هوايته المفضلة التي ترافقه منذ الصغر، حيث قام بممارسة الغطس في الجليد. فقدت بصرها ولكن امتلكت البصيرة. الإعلامية داليا فرايفر تدخل في موسوعة جينيس لأطول بث تلفزيوني مباشر. داليا، you are officially amazing. Thank you. فقيدة البصر، مشرقة البصيرة، استطاعت الإعلامية داليا فرايفر إدخال لبنان إلى موسوعة جينيس العالمية، وذلك بعدما استضافت أكثر من 70 شخصية خلال 24 ساعة بث مباشر عبر هواء شاشة تلفزيون لبنان. شكر كبير للدكتور طلال مقدسي يلي من اللحظة الأولى آمن بالمشروع وقال هالبنت عندها أمل وإيمان كبير ومفروض نعطيها هالفرصة لحتى تحقق طموحها. بهدي نجاح اليوم لكل إنسان بلبنان، بهدي لكل ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه عن جد لازم نعطيهم فرصة لحتى يحققوا طموحهم وأحلامهم. رفعت اسم لبنان، رفعت اسمها ورفعت اسم تلفزيون لبنان يلي وكبها، عطت أمل لكل الناس. رجع كل إنسان عنده إرادة وعنده عزيمة بوجود ناس مثل داليا لن يموت لبنان إطلاقا. فرايفر التي فقدت نظرها في عمر 18 بعد أن تعرضت إلى مشكلة في شبكة العين، تطرقت مع ضيوفها من مختلف المجالات إلى الشؤون السياسية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفنية. لقد حازت بدعم المشاهدين وفريق عمل وأبناء بلدتها ميروبة الذين استقبلوها بحفاوة، وهي استطاعت بإنجازها التأكيد أنه بإرادة لا تعرف حدودا ولا تؤمن بالمستحيل يمكن إنجاز الكثير. وتتابعون بعد الفاصل. النظام السوري بدأ تهجير أهالي وادي بردة قصرا. والفرنسيون يختارون مرشح اليسار لخوض السباق الرئاسي. أهلا بكم من جديد. بدأ النظام السوري تهجير أهالي وادي بردة قصرا، حيث خرجت أولى الحافلات التي تقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من وادي بردة نحو إدلب، علما أن 56 حافلة ستتولى إخراج نحو 2100 شخص بينهم 70 جريحا حالتهم حرجة. جديد من التهجير القسري يفتح مع خروج الدفعة الأولى من فصائل المعارضة وعوائلهم من منطقة وادي بردة إلى الشمال السوري بعد تهديدهم من قبل كتائب الأسد وحزب الله بإبادة المنطقة. وقالت مصادر أن 4 حافلات تقل ما يقارب 160 شخصا من المقاتلين وذويهم من منطقة وادي بردة في ريف دمشق خرجت باتجاه إدلب.
من جهته أعلن جيش النظام السوري في بيان سيطرته على كامل منطقة وادي بردة بعد معارك دامت أكثر من شهر مع فصائل المعارضة. وكان اتفاق بين الثوار والنظام قضى بخروج الثوار وعائلاتهم من وادي بردة نحو إدلب برفقة الهلال الأحمر كضمانة أممية، كما نصت بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار ودخول 20 عنصرا من قوات الأسد إلى منشأة نبع عين الفيجة لتدخل بعد ذلك سيارة الإسعاف لإخلاء الجرحى كمرحلة أولى لخروجهم من المنطقة بما يتناسب مع ظروفهم الصحية. تبعها إخلاء الثوار لمواقعهم من عين الفيجة خلال ساعات. إلى ذلك دارت مواجهات عنيفة بين كتائب الأسد وتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المقابر على المحور الجنوبي لدير الزور. من جهة أخرى كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات بشار الأسد تتحرك نحو مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في وقت قتل جندي تركي في اشتباك مع التنظيم الإرهابي قرب المدينة. سياسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسودة الدستور السوري تأخذ في الحسبان مصالح الحكومة والمعارضة مشددة على أن الشعب السوري هو من سيحسم مسألة منح حكم ذاتي للأكراد. في البحرين قتل ضابط أمن برتبة ملازم أول جراء إطلاق النار في منطقة البلاد القديم قرب العاصمة المنامة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادثة قد يكون ناجما عن عمل إرهابي. وفي العراق أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين سيطرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على مقر الحشد العشائري في شرق قضاء الدور شمال بغداد. من جانب آخر أفاد مصدر عراقي أمني في محافظة نينوى بأن جماعة مسلحة أقدمت على قتل من يعرف بكبير قاطع الرؤوس لدى داعش المدعو أبو سياف في منطقة الدواسة. إلى اليمن، حيث أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده وجرحى ثلاثة في عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قواته بإعاز من الرئيس دونالد ترامب في محافظة البيضاء. وأدت هذه العملية إلى مقتل ثلاثة زعماء قبليين محسوبين على تنظيم القاعدة، كما قتل أكثر من 95 عنصرا من ميليشيات الحوثي صالح في غارات للتحالف العربي غرب تعز. عملية إنزال جوي لقوات يعتقد أنها أمريكية في منطقة يكلا بمديرية ولد ربيع قتلت ثلاث زعماء قبليين محسوبين على تنظيم القاعدة وعشرات المدنيين بمحافظة البيضاء والحدودية مع مأرب. ووفق الأنباء الواردة فقد أسفرت العملية التي شاركت فيها ثلاث مروحيات نفذت عملية الإنزال وسبقها قصف جوي نفذته طائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان، كما يعتقد أن الهجوم الذي استهدف منازل آل الذهب أدى لمقتل نساء وأطفال. من جانب آخر أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل العشرات من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مواجهات مع قوات الشرعية وغارات للتحالف العربي وقصف لمروحيات الأباتشي شمالي المخا ومحيط معسكر خالد غربي تعز. مصدر ميداني قال إن مقاتلات شنت 10 غارات على مواقع متفرقة للمسلحين الحوثيين وقوات صالح في مدينة صرواح غربي محافظة مأرب، من بينها حاجز التفتيش في المدخل الجنوبي للمدينة، ودمرت عربتين محملتين بالمسلحين كانا في طريقهما للميليشيات. وفيما قالت وكالة أنباء الإمارات أن مقاتلات إماراتية دمرت طائرة بلا طيار إيرانية في اليمن. تواصل قوات الشرعية في الساحل الغربي تمشيط أحياء مدينة المخا من جيوب وعناصر الميليشيات، كما تعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعها المتمردون بالمدينة. كذلك تمكنت هذه القوات مسنودة بمقاتلات التحالف من قطع الطريق الواصل بين مديرية المخا والخوخة، وهو ما يفصل خط الإمداد الرئيسي عن الميليشيات من الحديدة باتجاه المخا. كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة في مديرية مقبنة غربي تعز على مواقع جديدة في عزلة اليمن بعد معارك عنيفة قتل وأصيب فيها العشرات من المتمردين.
شيع الفلسطينيون الشهيد محمد أبو خليفة الذي قضى خلال مواجهات اندلعت فجرا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ورفع المشاركون في موكب التشييع العلامة الفلسطينية ورايات الفصائل مرددين هتافات تطالب بالرد والانتقام لدماء الشهداء، وأخرى تدعو للضغط على الاحتلال ومحاسبته أمام المحافل الدولية. دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس المحتلة لا السفارة الأمريكية وحدها. كلام نتنياهو جاء خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته ومع اقتراب موعد لقائه الأول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان نتنياهو قد أثار أزمة مع المكسيك عندما أيد دعوة ترامب لبناء جدار على طول الحدود المكسيكية قائلا إن النموذج الإسرائيلي على طول الحدود مع مصر قد أثبت نجاحه. وإلى فرنسا، حيث دعي نحو 2 مليون ناخب فرنسي إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشح اليسار لخوض السباق الرئاسي والمقرر في الربيع المقبل، وسط منافسة محتدمة بين المرشحين بنوا أمو ومانويل فالس. الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي خاضها المرشحان بنوا أمو الذي يمثل الجناح اليساري للحزب الاشتراكي ومانويل فالز الذي يمثل الجناح الليبرالي. المرشحان تنافسا على أصوات الناخبين على أمل التأهل لخوض غمار السباق إلى قصر الإليزي من خلال جولتين حاسمتين تنظمان في نيسان وأيار المقبلين. وزير التربية السابق بنوا أمو الذي حجز أكثر من 36% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار يريد توسيع فارق النقاط مع منافسه رئيس الحكومة السابق مانويل فالز الذي لم ينل الأسبوع الفائت سوى 31% من أصوات الناخبين. أمو كان وعد خلال حملته الانتخابية بمنح راتب عام أدناه 750 يورو لجميع الفرنسيين بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتدارك تقلص فرص العمل في البلاد، الأمر الذي انتقده خصمه بشدة ووصفه بأنه غير واقعي. بدوره سوق فالز نفسه على أنه الأجدر لتمثيل اليسار في السباق الرئاسي نظرا لباعه الطويل في السياسة، وهو اقترح برنامجا سياسيا واقتصاديا موضوعيا غير مبني على الخيال كما يتهم منافسه. يشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تفوق أمو على فالز في المناظرة التلفزيونية التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، إذ حاز الأول على نسبة 60% من الآراء الإيجابية في مقابل 37% لمنافسه. وفي النشرة بعد الفاصل، نجاة مسؤول أمن السفارة الفلسطينية في بيروت من محاولة اغتيال. وفي الرياضة، رجال منتخب لبنان يستعرضون أمام العراق في انطلاقة بطولة غرب آسيا لكرة السلة. أهلا بكم من جديد. تعرض مسؤول الاستخبارات في سفارة فلسطين لمحاولة اغتيال في صيدا متهما قتلة معروفين بالمضي قدما في مشروع تدمير أمن المخيمات في لبنان. في تطور أمني لافت، تعرض مسؤول الاستخبارات في سفارة فلسطين في بيروت العميد إسماعيل شروف أبو إيهاب لمحاولة اغتيال عندما أقدم مجهول على إطلاق النار عليه أثناء قيامه بزيارة للعميد المتقاعد في حركة فتح يوسف دياب في منزل الأخير في صيدا، ما أدى لإصابة شروف بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الهمشري في صيدا. بعض الجماعات التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمخيمات الفلسطينية ماضي في مشروعها لتدمير أمن واستقرار المخيمات، لكن في المقابل نؤكد مهما بلغت التضحيات، وأنا لست الأول ولا الأخير، هناك سبقني عدد كبير ممن استشهدوا، الأخ كمال مدحت وغيره والزور الذين قضوا على هذه المسيرة، مسيرة المحافظة على أمن واستقرار المخيمات وحماية شعبنا وأيضا حماية الجوار وأمن الجوار اللبناني. وعلى الإثر، ضربت القوى الأمنية في صيدا طوقا أمنيا حول مكان الحادث وتوجهت إلى المستشفى لأخذ إفادة شروف، وبوشرت التحقيقات وجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود ومعاينة ما التقطته كاميرات المراقبة.
وفور تبلغه بالأمر انتقل سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور إلى صيدا لمتابعة ملابسات محاولة اغتيال شروف، وعاده في مستشفى الهمشري مطمئنا إلى صحته قبل أن ينتقل برفقته إلى مكان الحادث لمعاينته بحضور مسؤولين أمنيين. سياسيا، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن القوانين لا تسن على قياس أشخاص أو فئات بل على قياس لبنان وشعبه، ودعا الراعي في عظة الأحد المسؤولين إلى تجنيب البلاد أزمة جديدة فيما الداخل يتآكله الفساد والفقر والحرمان ويهتز فيه الأمن والاستقرار. وحده حوار الحقيقة في المحبة يضع هذه المؤسسات الدستورية في مسارها الطبيعي بعيدا عن الاستغلال الشخصي أو الفئوي أو المذهبي، وعن فرض الرأي بالقوة أو بالمقاطعة أو بالتعطيل. فلو ساد مثل هذا الحوار منذ سنة 2005 لكان لنا قانون انتخابات نيابية جديد منذ سنوات، ولو يسود مثل هذا الحوار اليوم ونحن أمام الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات لتحمل النواب مسؤولياتهم الدستورية والوطنية وجنبوا المجلس النيابي مغبة إنذار فخامة رئيس الجمهورية باللائين لا لقانون 60 ولا للتمديد. مرة أخرى نقول لهم لا تسنوا القوانين على قياس أشخاص وفئات بل على قياس لبنان وشعبه، فجنبوا البلاد أزمة جديدة فيما الداخل يتآكله الفساد والفقر والحرمان ويهتز فيه الأمن والاستقرار، وفيما الخارج المجاور في غليان من الحرب والتهجير والقتل والدمار. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أنه ينتظر من الحكومة أن ترسل إلى المجلس مشروع قانون الانتخاب، موضحا أنه حاول مرارا اقتراح قوانين في المجلس ولم يمشي الحال، قائلا اللي ما بيجي منك بيجي من غيرك. وردا على سؤال لصحيفة المستقبل عما قالت إليه نتائج اجتماعي بعبدة ووزارة المال حول القانون، قال بري لم يحصل شيء حتى الآن ولا يمكننا القول إن ثمة نتائج تحققت، مشددا على أن أولويته هي التوافق على قانونه. جل الوزير جبران باسيل في قضاء بعبدة وشارك في ذكرى توقيع ورقة تفاهم التيار الوطني الحر وحزب الله في كنيسة مرم خايل، قائلا مخطئ من اعتقد أن الرئاسة تعني التخلي عن الشراكة الكاملة في قانون الانتخاب. أكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن التيار لا يضع شروطا على قانون الانتخاب، وجاء كلامه خلال مشاركته في احتفال نظمته بلدية الغبيري في كنيسة مارم خايل في الشياح لمناسبة الذكرى السنوية 11 لتوقيع ورقة التفاهم بين التيار وحزب الله. نحن بصراحة تيار الوطني الحر ما نعم نحط شروط إلا المعيار الواحد أو المعايير الواحدة، نحن عم نقول بدكم هيك بنمشي وبدكم هيك بنمشي وبدكم هيك بنمشي، بس ما فينا نضلنا نحن فاتحين كل الخيارات على اساس المنطق والعدل وحدا يقول ما بدي اعمل قانون انتخاب، لانه كلنا اتفقنا انه ما في 60 وما في تمديد. فشو معتقدين انه نوصل حكما هيك باضاعه الوقت لا يا 60 يا التمديد، وانه بي الكل ما بيعمل شيء، انه لانه بي الكل ما بيزعل حدا، يلي فكر انه في بيعه برئاسه الجمهوريه لقانون الانتخاب وخبر كل اللبنانيين هالخبريه بوقتها اليوم فهم انه التيار الوطني الحر ما بيبيع. أن أب علي عمار اعتبر أن أي مقص يحاول أن يفصل قانون انتخاب على مقاسات فئوية أو طائفية أو مذهبية فهو مقص يقص مستقبل لبنان. نحن على مقربة من استحقاق هام ألا وهو الاستحقاق النيابي. نقولها بكل صراحة، لا للستين ولا للتمديد، إنما نريد قانون عصري لا يقصى
أحد ولا يلغي أحد ويتفهم هواجس الجميع، إنما قانون نستطيع أن نحقق من خلاله التمثيل الصحيح لأعلى مستوى من الشرائح الوطنية. باسيل التقى كذلك رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشيل كاسارجي في دار المطرانية، حيث أشار إلى الطرح في موضوع الانتخاب لاعتبار المسيحيين مذهبا واحدا، آملا في إقراره قريبا. كما التقى باسيل أبناء منطقة فرن الشباك في كنيسة مار نهرة، ولفت إلى أن التيار رفع السقف وهدم الحيطان أولا مع الطائفة الشيعية من خلال وثيقة التفاهم، وثانيا مع إقرار التفاهم مع القوات اللبنانية، وكل ذلك في سبيل العيش بكرامة في لبنان. اعتبر الرئيس ميشيل سليمان أن القانون المختلط أو المركب ما بين النسبي والأكثري هو قانون غير دستوري، كونه لا يؤمن المساواة بين المرشحين ولا بين الناخبين أنفسهم. وفي كتاب أرسله إلى الرؤساء الثلاثة ورؤساء الأحزاب والكتل، أشار سليمان إلى أن هذا القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري وسيدخل البلاد في أتون خيبة أمل. قتل العنصر في حزب الله حسين عبد الله من بلدة قلية البقاعية في المعارك الدائرة في سوريا، وكان المقاتل محمد بسام مراد من بلدة بريقع الجنوبية قد سقط أيضا في سوريا أمس. شيع أبناء جبل محسن وطرابلس والشمال رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي في مأتم رسمي وشعبي، وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قد قدم التعازي بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان. وفي اتصال هاتفي بنجل الراحل وبنائب رئيس المجلس، استذكر دريان الدورة الوطنية والتوحيدي للشيخ عاصي من خلال عمله الدؤوب على وحدة اللبنانيين ودوره في درء الفتنة وحرصه الدائم على المشاركة في القمة الروحية الإسلامية المسيحية. ردت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية على بعض وسائل الأعلام المكتوبة التي تقوم بفبركة معلومات لا أساس لها من الصحة عن المكرمة التي تقدمها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للعاملين في الحقل الديني في سائر دوائر الأوقاف، مؤكدة أن ما ينشر هو عملية تشويش وتخريب عار من الصحة جملة وتفصيلة. وأكدت المديرية أن العلاقة بين دار الفتوى ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان تسير وفق الاتفاقية القائمة بينهما، وأن المكرمة توزع وفق بروتوكول تعاون بين دار الفتوى والسفارة الإماراتية في بيروت، والتي تقضي بإيصال المكرمة مباشرة عبر بطاقة خاصة ائتمانية لكل شخص مستفيد دون أي تدخل أو وساطة من أحد. وأكدت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية أن محاولة الإيقاع بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ومفتي الجمهورية ستذهب هباء منثورا. شب حريق في مطعم في شارع الجنرال في فرن الشباك امتد إلى السيارة المتوقفة إلى جانبه، وفيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق أفيد أنه نتج عن احتكاك كهربائي أسهم تسرب للغاز في انتشاره من دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات. حققت جمعية Gift of Life لبنان وسيدات روتاري مبادرة إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر كان يعاني تشوها خلقيا في القلب، وذلك ضمن حملة شارك فيها عدد كبير من الفنانين والمشاهير. وقد أجريت للطفل عملية جراحية في مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. الآن نصل إلى النشر الرياضية ترافقنا فيها هبة زيدان. مساء الخير. حقق المنتخب اللبناني انتصار ساحق على نظيره منتخب العراق بنتيجه 86 نقطه مقابل 46 ضمن منافسات بطوله غرب اسيا لكره السله المؤهله لبطوله اسيا 2017 يلي ستقام خلال شهر اب ببيروت، وذلك بعد مباراه كانت من طرف واحد بسط فيها السيطره رجال منتخب الارز ليحققوا انتصار ساحق بفارق 40 نقطه بهالبطوله يلي عم تستضيفها العاصمه الاردنيه عمان. وكان قد غرد رئيس الحكومه اللبنانيه الشيخ سعد الحريري عبر حسابه الخاص على موقع تويتر متوجها إلى منتخب لبنان بقوله: كل تمنياتي بالتوفيق لمنتخب لبنان في كرة السلة في بطولة غرب آسيا في الأردن المؤهلة لتصفيات آسيا، كل لبنان معكم.
دوليا، نواصل برشلونة مسلسل إهدار النقاط بعد ما تعادل بنتيجة 1-1 مع مضيفه ريال بيتيز، لا يهدر بذلك نقطتين كتير مهمين بصراعه على اللقب، وذلك ضمن منافسات المرحلة 20 من الليغا. وهيك بيكون تعثر البارسا بسعيه للوصول إلى الصدارة بعد ما رفع رصيده إلى 42 نقطة متساوي مع إشبيليا وخلف ريال مدريد المتصدر ب 43 نقطة يلي عنده مباراة مهمة مع ضيفه ريال سوسيداد الليلة. بالإطار نفسه اعترف لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بأنه فريقه لم يظهر بشكل جيد خلال المباراة مع ريال بيتيز، وقال إنريكي لازلنا بعيدين تماما عن مستوانا المعهود وهناك عناصر عديدة تساهم في هذا التراجع وبيتيز كان يستحق أكثر من التعادل. من ناحية تانية عم بيسابقوا المسؤولين بنادي برشلونة الزمن لحسم ملف تجديد تعاقد لويس إنريكي إذن المدير الفني للفريق الكتالوني واللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قالت أنه إنريكي لا يميل لتوقيع عقد طويل الأمد، بل فجرت مفاجأة بأنه مدرب البارسا يريد التوقيع على عقد لمدة موسم واحد فقط يجدد تلقائيا حسب نتائج الفريق. بالمقابل تسعى إدارة البارسا لإقناع المدرب بالتجديد لمدة موسمين، ولكن ما عم تضغط عليه بل عم يلتزم الطرفين بالاتفاق بيناتهم على حسم هذا الملف خلال شهرين على الأكثر. إلى إيطاليا، وضمن منافسات المرحلة 22 من الكالتشو حقق فريق جوفنتوس فوز مستحق أمام مضيفه ساسولو بنتيجة 2-0 ليبتعد اليوفي بالصدارة بعد ما تعثر أقرب ملاحقينه. وبباقي نتائج المباريات يلي سجلت اليوم، روما كان عم يخسر على يد سامبدوريا 2-3، فريق ميلان كان أيضا عم يسقط بنتيجة 2-1 خارج أرضه أمام مضيفه فريق أودينيزي، كما أيضا تعادل تورينو مع أتلانتا 1-1. ايضا باخبارنا، كشف كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الالماني انه الفريق البافاري كان الاحق بالفوز باللقاء يلي انتهى بفوزه بنتيجه 2-1 امام فيردر برامن بالمباراه يلي اقيمت ضمن منافسات المرحله 18 من الدوري الالماني لكره القدم. انشيلوتي قال هناك دائما فترات صعبه في الموسم، واليوم كانت مواجهه صعبه لكننا كنا الاحق بالفوز، ونحن الان في صداره جدول ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن اقرب ملاحقينا، وعلينا استغلال جميع المباريات لتحقيق الفوز لاستكمال هذه المسيرة الناجحة في الصدارة. أيضا بأخبار كرة القدم الدولية، أرسنال الإنجليزي يستعد لخطف لاعب بروسيا دورتموند الألماني. من هو هاللاعب؟ منتابع سوا. بيستعد نادي أرسنال الإنجليزي لقدم مبلغ بقيمة 60 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الدولي الألماني مارك رويس لاعب روسيا دورتموند خلال ميركاتو الصيف المقبل. وكشفت التوتو ميركاتو الإيطالية أن رويس رح يكون بديل لتشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم الجانرز بحال قرر الأخير الرحيل بنهاية الموسم. وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الأرسنال بده يدعم خط هجوم الفريق. إلى أخبار التنس، حيث توج السويسري روجر فيدرر اليوم بلقب أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى لها العام بعد فوزه بالمباراة الماراثونية النهائية على غريمه التقليدي الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-4 3-6 6-1 3-6 و6-3 وذلك بتوقيت بلغ 3 ساعات و38 دقيقة. هاللقب هو رقم 18 بمسيرة فيدرر أسطورة التنس وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى، حيث عاد المايسترو أخيرا من بعيد ليأكد للجميع أنه لا يزال قادر على التتويج بالبطولات الكبرى، واستعاد بريقه ليتوج بلقب غائب عن خزينه منذ العام 2012. أشادت سيرينا ويليامز المتوجة بلقبها الكبير رقم 23 بمشوارها الاحترافي بعد فوزها امبارح بنهائي بطولة أستراليا على شقيقتها فينوس. أشادت إذن سيرينا بشقيقتها فينوس يلي خسرت أمامها بهالنهائي. سيرينا قالت أريد أن أستغل هذه اللحظة لتهنئة فينوس، إنها شخص مذهل لم يكن في إمكاني الوصول إلى هنا لولاها. وأكدت سيرينا أن فينوس مصدر إلهامها وهي السبب الوحيد خلف وجود الشقيقتين ويليامز. أما فينوس فقالت هي شقيقة الصغرى، كل التهاني لسيرينا على لقبها رقم 23، وأضافت كنت دائما إلى جانبك، الأمر غريب بعض الشيء لكنه صحيح، لطالما كان هذا الفوز أو فوزك فوزي أعتقد أنك تعلمين ذلك وأنا فخورة بك إلى أقصى حد.
بي ال ام بي اي سحق جولدن ستيت منافسه لوس انجلوس كليبرز بفارق 51 نقطة وبنتيجة 144 مقابل 98 بظل تألق نجم الفريق ستيف كوري اللي سجل 43 نقطة ومن بين هالنقاط السلية اللي عم نشوفها حاليا وهي التسديدة قبل خط منتصف أرض الملعب بالثانية الأخيرة من عمر الشوط الأول. وهذا كان كل شيء باخبارنا الرياضيه، ولكن قبل ما اختم منير وهنادي بدنا نقول كمان مبروك للراميه اللبنانيه ري باسيليا اللي حققت الميداليه الفضيه ببطوله العرب يلي عم بتجرى حاليا بالكويت. من قلها مبروك ومبروك. الان صفحه الاحوال الجويه مع كارين خراط. بونسوار. طقس مستقر وبارد مكفى ومسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلأ منروح على الدول العربية ومنبلش جولتنا بتونس 16 درجة، رباط 19، الجزائر 15 درجة، بغداد 12، دمشق 10، القدس 17، عمان 13 درجة، ومنختم مع الكويت 16 درجة، الدوحة 20، أما الرياض عم بتسجل 17 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. بكرة التنين طقسنا من المتوقع يكون كفى صح ومشمس، لتوصل الحرارة أقصها على الساحل ل 12 درجة أدناها 4 درجات، بالنسبة للجبل 5 درجات، أما بالداخل بتسجل أقصها 7 درجات. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 9 درجات، طرابلس 11، الأرز درجة، الكورة 10 درجات، الهرمل 11، القاع 8، بعلبك 4، رياء 6 درجات. من كفي لنوصل على جبال 11 درجة، ميروبا 0، جونيا وبعبدا 14 درجة. بيروت كمان عم بتسجل الحرارة فيها 14 درجة. من كفي بالمناطق اللبنانية على زحلة 6، شتورة 9، عنجر 7 درجات، مشغرة 12 درجة. جزين 11، رشية 10، مرجعيون وبنت جبال 12 درجة، وبنختم أخيرا مع صيدا سور وقانا 12 درجة. مثل ما ذكرت بكرة الاثنين طقسنا مكفى صح ومشمس، عنا ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها لل 14 درجة أدناها 10 درجات، بالنسبة للثلاثة 14، أما نهار الأربعاء بتنخفض ل 13 درجة. حرارة بمنطقة الأرز عم توصل أقصاها للدرجة. لهون بتكون خلصت النشا الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: حظر السفر الأمريكي يصطدم بغضب شعبي أمريكي ويربك مطارات العالم. التيار اللي أنهى الفراغ برئاسة الجمهورية ما حيقبل أنه يصير في فراغ تاني. والراعي يشدد أن القوانين لا تسن على قياس أشخاص أو فئات، وبسيل يؤكد أن الرئاسة لا تعني التخلي عن الشراكة الكاملة. كثافة الثلج هذه لأول مرة توصل ل 80-90 سم. بيرلا تنحسر بثلوجها وتترك للجليد عزل قرى وقطع طرقات جبلية. شكرا للمتابعة، أوقات دافئة نتمناها لكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. خلوا لماي المودة والصداقة. We'll be right back.